تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحترام السادة الأفاتارات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، كل السادة اللي فاتحين اللايف، كل السادة اللي فاتحين البث المباشر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. حقيقة سعيد بكم. وللناس اللي بيعترضوا بيقولوا لي أحمد الضي يا أخي عليك الله، أنت ما عندك غير المقدمة دي يا أخي، شنو يا أخي؟ كل ما فتحت البث المباشر وفتحنا لك البث تحية وسلاما، تحية أنا ماخذها ماركة خاصة بي، يعني هي من آية من كتاب الله عز وجل من سورة الفرقان، كويس، يلقون فيها تحية وسلاما، كويس، فحاجة سمحة جدا ومفردة جميلة وآية رائعة جدا يعني، وكل كلام الله رائع، كويس. فبالتالي عشان الناس اللي بتقول لي، فعموما الناس تبدأ معانا بلايك شير من البداية يا جماعة، عشان ما يقطع البث المباشر، عشان ما يقطع البث المباشر، يا ريت الناس تبدأ معانا اللايك وشير. عبد السلام قليبة، أول تعليق شفته غايته، ما أعرف هل في تعليق قبله ولا لا، كويس، بنحاول نثبت في أول تعليق، بنحاول نثبت أول تعليق يا جماعة اللي فيه لايك شير ده، يا ريت الناس. مرحب علي ذهب، مرحب مبارك محمد أحمد، مرحب جيدو، أهلا حامد سليمان، جيمي ماكس، بلا الضو، كذلك كل التعليقات. الفاضل سعيد أبو رحمة، يا جماعة اسمحوا لي إني أقرأ يعني 10 15 20 تعليق، لأنه يا إخواننا من حقهم، يعني من حقهم الناس اللي بيعلقوا إنك تقرأ لهم، يعني دي الناس متابعين صفحتك وكده، كويس. مرحبا إبراهيم آدم، أهلا بك، أهلا خواجة إبراهيم، يحيى أهلا بك، أهلا عاصم علي، أهلا سادومبا كاهلي. الناس تعمل معانا شير، داخلين في موضوع مهم يا جماعة، وفي نفس الوقت الله المنشور أو سموه شنو هو التعليق اللي انا مثبت تحت ده، يا ريت الناس تضغط لين عليه لايك عشان ينبه الناس للمشاركة، واللايك المشاركة اسفل الفيديو تحت بتلقاها مكتوبة بالعربي، اضغط عليها بتديك جروباتك وصفحتك، شارك الفيديو فيها وبتكون افدتنا. النعيم المنشار اهلا بك، اهلا حسين عبود محمد الوسيلة، مرحب بك، مرحب على الدين صالح، اهلا وسهلا عمر، مرحب بك، مرحب ادم، ابو امنه، فيصل صالح، عبد الرحمن ادم، اهلا وسهلا بكل الشباب اللي موجودين على مستوى البث المباشر. انا غايته ما ظهر لي حاجه، الصفحه زي الواقفه، كويس، الصوت واضح عندكم، اهلا اهلا معتصم، شكرا. طيب في تعليق ظهر، اهلا اهلا كولومبي، في تعليقين كده، الناس تعمل شير، تعمل شير يا جماعة، الهجوم على الصفحة دي والله عذبونا هؤلاء الناس، انا ما عارف ما دارين انا نعمل لايف ولا الحكاية شنو، كويس، لكن حنعمله حنعمله. هو طبعا اللايف اللي عاملينه من الشقلة القديمة أول امبارح، واللي عاملينه من الخرطوم، كان متعب جدا، كان متعب جدا بالنسبة للقحاتة. مرحب عبد الله عبد الرؤوف، مرحب محمد آدم أبو سن، مرحب مختاريان، مرحب عوض الكريم. طيب نخش الموضوع، بالنسبة للحاصل يا جماعة، بالنسبة للحاصل في البلد، النهب والسلب، يوم على الله تطورات جديدة في النهب والسلب، يوم على الله زول يقول لك والله يا احمد يا اخي انا اتعرضت او اتعرضت اسرتي الليله لعمليه سطو مسلح، زول يقول لك والله انا تلبوا لي حراميه جوا البيت، زول يقول لك انا اتعرضت في الشارع، شايل تلفوني لناس هددوني بساطور او بسواطير، زول يقول لك والله انا اتعرضت لطبنجه عديل، زول يقول لك انا اتعرضت لكلاشات، زول يقول لك والله انا لقيت زول شايل سيف، كويس، يوم على الله لقينا
بيجينا نلقى الأحداث دي ما وقفت على كده. انت هي يا ريت لو وقفت على كده، هي ما وقفت على كده، كده ممكن نلقى طريقة نعالج بيها او نلقى طريقة نحل الموضوع بيها ونسهل الموضوع بيها كمواطنين كويس قبل السلطة خلاص. اللي بتتفرج الآن، اللي بتتفرج، اللي نحن من هنا بنوصل لها صوت اللوم، بنوصل لها صوت اللوم خلاص. واحد يا اخواننا، نحن وصلنا مرحلة، وصلنا مرحلة، فإذا كان بيقولوا لك بيقولوا لك الثورة، الثورة ناس الحارة 73، لا أعلم صحة هذا الخبر من عدمه، ولكن يبدو إنه صحيح، يبدو إنه صحيح خلاص. الثورة الحارة 73 بيقولوا لك استأجروا دورية بتاعت شرطة، استأجروا دورية بتاعت شرطة، تم استئجار دورية شرطة خلاص، استأجروا دورية شرطة من أجل إنها تحميهم. تخيل معي زول بيستأجر دورية شرطة لحماية حيه عشان تحمي الحي بتاعه. هو يا ناس الشغلانية دي كيف؟ والكلام ده ماشي لوين؟ تم استئجار دورية شرطة، قالوا لهم تعالوا عشاكم علينا خلاص، ما نحن سودانيين في النهاية خلاص، وقفتكم علينا خلاص، احمونا بس، احمونا من النهب يا جماعة. الدوريات اللي بتجي مرة في الزلط دي لاحظ لها، الدورية اللي بتجي ماشية قدامك دي، الدورية مجردة من السلاح تماما. انت ملاحظ الحاجة دي ولا ملاحظة؟ الدورية بتاعت الشرطة اللي بتجي ماشية مجردة من السلاح البتة خلاص. طيب هنا في سؤال بيتبادر للأذهان، في لجنة تم تكوينها من حميتي اللي هي كلف بيها ياسر العطا كويس، كلف بيها الفريق ياسر العطا، واللجنة دي فيها الشرطة والدعم السريع وفيها المخابرات وفيها الجيش وحركات الكفاح المسلح. إذا تكلمنا عن الدعم السريع يعني ما دينه أحدث الأسلحة كويس، احدث الاسلحه وبنادق بتاعت صيد ما دينه ليها، قالوا له يا اخي دي تحمي بيها او تلف بيها كويس، دي عشان ما يقول بعدين ما عندنا، او والله يا اخي الذخيره نفدت ولا غيره، ما عندك اي عذر خلاص. دي نقطه. النقطه الثانيه والمهمه، الجيش فيه القوات الخاصه، فيه الصاقعه، فيه المظلات، في والهجانة، ناس الهجانة مريش خلاص، في والهجانة، في والألوية، في والكتايب، في والفرق، في والجيش، في والبيارق خلاص. البيرق اللي هو بيارق دي جمع بيرق، والبيرق هو العلم، والبيارق الأعلام كويس، ده الجيش فيه من الأسلحة ما لا يعلم إلا الله. بس ما تقول لي المدفعية عبارة وصلت ولا ما وصلت، بس تتذكر الوهمة بتاعت المدفعية عبارة جاية ولا ما جاية وجاية، تتذكرها؟ ده الجيش عنده كده. طيب عندك كذلك الشرطة، عندها الشرطة الأمنية، والشرطة الأمنية دي فيها من القوات اللي انت ما بتعرفه واللي انا ما بعرفه، وفيها من القوات الخاصة اللي ما يكفي لتأمين مدينة خلاص، وعندك معاها الطيرة، قوة قتالية عديل الطيرة خلاص، كانوا بيقولوا عليه اللي بفك الحيرة، ده اللي كان صادم قوات العدل والمساواة لما فشلت هيئة العمليات في صدهم في 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 دخلتهم 2008 كويس، تتذكروا الكلام ده لغاية جه حيوم، جه حيام البشكير، عمر أحمد البشكير المعزول كويس، قال الطير اللي بفك الحيرة خلاص، وأصلا ده لغبهم يعني، ده الناس الطيرة بقوتهم دي وينهم؟ ده سؤال، ده سؤال، وينهم بقوتهم دي وبسلاحهم ده؟ وينهم هؤلاء الناس؟ المباحث، وفي المباحث، في المباحث الفيدرالية والمباحث المركزية، ودي القوى لا يستهان بها،
دي القوة لا يستهان بها، دي من نظرة ممكن يعرفك انك انت مجرم ولا ما مجرم، دي من نظرة ممكن يعرف الزول ده داير ينهب ولا ما داير ينهب. يعني دي باستطاعتهم يأمنوا لك العاصمة في أمان الله في لحظات. طيب انتهينا من دي الآية، انتهى الجيش، تكلمنا عن الدعم، تكلمنا عن الشرطة، تعال حركات الكفاح المسلح. والله حركات الكفاح المسلح فيها جزء قال عنده من السلاح والله ما يكفي لتدمير عاصمة خلاص. وينهم؟ ومنهم اللي تدرب أعلى أنواع التدريب، ومنهم التدريب وسط، ومنهم التدريب ضعيف خلاص، منهم اللي تدرب تدريب عالي جدا جدا خلاص، أشرفوا على تدريبه دول عديل. وينهم ديل؟ بتفرجوا على المواطن ليه والمواطن بتنهب، وإلا لما المواطن يتنهب إلا مواطن زيه يضرب رصاص، حتى بعد ذاك الناس بتاعين النهب المسلح والسطو خلاص يقوموا جارين خلاص. وين انتو؟ وين اللجنة المشتركة المكونة اللي أصلا هي دورها تحمي المواطن؟ اللجنة المشتركة أصلا اللي منوط بها تحمي المواطن. الليلة شفته في 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 قاعة الصداقة يا جماعة، شفته ولا ما شفته؟ ها الحمد لله، أنا ربنا سبحانه وتعالى من علي بنومة. والله والله يا جماعة فعلا النوم أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بنومة، والله كده تشيلك نومة، والله بيحميك من مشاهد مزعجة خلاص. موضوع الليلة موضوع قاعة الصداقة شفته، قال تكوين، قال بتاع ميثاق جديد خلاص وبناء جديد، قال واللي هو المجلس المركزي والجبهة الثورية وحزب الأمة وشايف الهادي إدريس موجود، اللي هو كاتلين بيه عبد الواحد، واللي هو ضاربين بيه عبد الواحد أصلا، لمعوه كده عشان يضربوا بيه عبد الواحد محمد نور خلاص. ما مصدق كان قاعد في قاعة الصداقة كويس. شباب الناس تعمل معانا شير، الناس تعمل معانا لايك يا جماعة، تعمل شير، خلي سرحت مع الموضوع وسرحتي مع الموضوع، الناس تعمل معانا شير، تعمل معانا لايك بالطاقية دي، خلي شفتنا كده تقول نحن عجايز. ها هو يا زول في ناس كده يقول لنا قال عندك صلعة وعندك وعندك، لا 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 ده كلام بتاع حرية وتغيير سيء. طيب الناس تعمل شير، تعمل لايك، تعمل ملصقات. في تعليق انا مثبته تحت، يا ريت الناس تضغط عليه لايك، تضغط عليه لايك. لاحظت بكل وضوح الناس عمر الدقير الليلة وهم قاعدين ومطمئنين ما شاء الله تبارك الله في قاعة الصداقة وموجودين، وقال إنهم بيصلحوا في الوطن. دي رسالة واضحة، لأنه ديل الناس اللي يكونوا اللي حيكونوا حيطبعوا للإمارات وحيقودوا السودان في الفترة الجاية، دي رسالة واضحة. طيب أنا دار أسأل سؤال، في واحد فيهم اسمه فضل الله برمناصر، اللي هو فضل الله برمناصر ده برأس حزب الأمة حاليا، وده من الناس اللي موجودين في المجلس الشركاء. أنا داير أسألك سؤال، سألتك بالله تعرف شنو عن فضل الله برمناصر؟ بس سألتك بالله، ما تجري جوجل، ما تجري جوجل، وجوجل ذاته ما عنده عنه معلومات كافية كويس إلا ما كان، تعرف شنو عن فضل الله برمناصر؟ بس سؤال، انت تعرفي عنه شنو؟ انا بتكلم عن جيلنا ده 90، انا مواليد 90، يلا 90 ولغايه 2000 خلاص، يجي من 2000 وتحت ديل خليهم ساي، بس من 90 يا اخي، من 85 يا اخي، تعرف شنو عن فضل الله برمناصر؟ انا بسال سؤال، فضل الله برمناصر اللي مولود في العام 1935، 1935، وده العام اللي اتولد فيه الصادق المهدي بعد ولادة الترابي بثلاث سنوات، اللي هو في العام 1935، وأصغر من فاروق أبو عيسى بسنة، اللي هو الآن فاروق أبو عيسى مولود 1934 خلاص، وأصغر أكبر من جوزيف سيبلاتر اللي كان رئيس الفيفا زمان،
كويس، اللي هو مولود داك في العام 1936 هنا فاروق اسمه منه سموه شنو، فضل الله بور مناصر مولود 35، وكان في الجيش السوداني، كان ضابط في الجيش السوداني، وكان وزير الدفاع في حكومة الصادق المهدي. ولما جابوا تقارير للصادق المهدي والإسلاميين استخدموا إبراهيم نايل إيدام مدير الاستخبارات الوقت داك، وقالوا له يا أخي يا فضل الله الصادق، قال له استلم السلطة، استلمها كويس، استلم السلطة الإسلاميين هيستلموها، ما قدر يستلمها، وما عنده كلمة إلا سيدي الإمام قال، سيدي الإمام، سيدي الصادق، سيدي الصادق المهدي قال، سيدي الصادق. والله والله الكلمة دي أنا بتوجعني وجع، والله بتوجعني وجع، ده من عينة اللي بيقول لك يا أخي الأنصار دي للسودان مع حقهم، ده من العينة دي، العينة يعني اللي بتقطع مصارينك بشكل كده يعني قاسي ومؤلم، فهمت؟ يعني من النوع زي ده خلاص. يعني 1935 دي انت عارف جرت فيها كم من الاحداث، و1935 دي انت عارف جرى فيها كم من المصايب. الوقت ذاك الاذاعه السودانيه ما تاسست، الاذاعه السودانيه ما تاسست، والتلفزيون السوداني ما تاسس، لانه الاذاعه السودانيه مؤسسه في العام 1940، السنه اللي اتولد فيها عادل امام المؤسس المصري. انا بالمناسبه عندي حب للتاريخ جدا، والتاريخ ده حاجه حلوه جدا بالمناسبه، كويس، ممكن احفظ تاريخك وانسى اسمك عادي جدا يعني. كويس، ده فضل الله بور مناصر مولود في 1935، تخيل معي كده، ده جابوا لك الليله قال بيمثلك، بيمثل مين يا زول؟ هو ما قاعد يمثلني انا شخصيا، انا واحد من الناس ما بيمثلني، انت قاعد يمثلك؟ انا ممثلني. عمر الدقير مولود في العام 1962، أكبر من جوزيه مورينو بسنة، أكبر من جوزيه مورينو بسنة، والسنة اللي شال فيها بنفيكا دوري أبطال أوروبا من ريال مدريد، 1962، أكبر من مورينو بسنة. أنت بيمثلك عمر الديجير قبل الثورة في زول بيعرفه؟ بلا 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 ستنتصر السنبلة بلا بتاع، في زول كان بيعرفه؟ الناس زي اللي قالوا بمثلوك مشوا قاعة الصداقة، المجلس المركزي في زول بيعرفه؟ أنا بتكلم عن الجيل بتاعنا نحن، الجيل الشباب، الجيل الراكب راس، الجيل اللي أسقط الإنقاذ، هل ديل بيمثلوك؟ اللي كانوا في قاعة الصداقة، هل ديل بيمثلوك؟ ديل قالوا إنهم بيمثلوا السودان. يا اخي معاهم على الريح السنهوري، امين قال سير قطر السودان، قال ديل ناس حزب البعث العربي الاشتراكي، ديل ناس من شيء العفلق والبيطار، بتعرفهم ديل؟ ناس بكرمهم كان صدام حسين وبكرمهم حزب البعث برا، بتعرفهم انت ديل؟ ديل قالوا ديل بيمثلوك، قالوا مشوا برا السودان، والليله قالوا هم بيمثلوك. يا ناس ديل اللي قالوا بيمثلوا البلد. أنا السؤال بتاعي، والسؤال بتاعي واضح كويس، السؤال بتاعي واضح جدا، هل الناس ديل مدى التمثيل بتاعهم للسودان ومدى التمثيل بتاعهم للسودان قدر شنو؟ وفي الوقت ده نحن بنعاني من قطوعات كهرباء يا جماعة كبيرة جدا، كويس، الناس تكتر معانا من الشير يا اخواننا، تكتر من الشير كويس، وربنا يأمن البلد ويحفظ البلد ويحفظ السودان من كل الشرور ان شاء الله باذن الله، ويحفظ لنا كل والدينا واخواننا وبلدنا. الناس تكتر من الشير، وان شاء الله نكون متابعين، والناس هتفت قحاته باعوا الدم. شكرا جزيلا.